خاض نادي البنك الأهلي مسيرة كفاح بطولية من أجل البقاء في الدوري حتى تحقق له ما أراد، وأنهى الموسم 62 للمسابقة في المركز 15 برصيد 35 نقطة. الفريق الذي صعد لدور الأضواء والشهرة الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه يدين بجزء كبير من هذا الإنجاز لمديره الفني المتميز خالد جلال، الذي تولى المهمة في 18 من فبراير الماضي خلفاً لمحمد يوسف، ونجح في حصد 25 نقطة خلال 21 مباراة أمنت له الصمود بين الكبار في واحد من أصعب مواسم الدوري. مع هذا الإنجاز الذي لا يقل عن الفوز باللقب، تخصص زملاء الهداف كريم بامبو في إحراج الكبار تحت قيادة جلال، وحققوا نتائج ممتازة في مواجهتهم بتعادلهم مع رباع الصدارة الزمالك والأهلي وبيراميدز وسموحة، وتفوقهم على المصري صاحب المركز الخامس بهدفين دون رد. عن إنجاز البقاء وتجربته الحالية مع الفريق والفارق بينها وبين التجارب السابقة في البلدية والنصر والزمالك الذي توج معه بكأس مصر 2018، ماذا عن الصفقات الجديدة وقدرتها على مساعدة الفريق لتحقيق مركز أفضل الموسم المقبل؟ كيف يرى فرص المنتخب في التأهل لكأس العالم تحت قيادة مديره الفني البرتغالي الجديد كارلوس كيروش؟ خالد جلال مدافع الزمالك والمنتخب السابق والمدير الفني الحالي للبنك الأهلي يجيب على كل هذه التساؤلات وغيرها مع شوبير في ملعب أون تايم. نورنا ومشرفنا كابتن خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الاهلي اللي عمل شيء رائع السنه دي، تولى الفريق بعد يعني عدد كبير جدا من المباريات. الفريق كان في موقف صعب لكنه بقي وبجداره في الدوري الممتاز، بل انه حقق نتائج رائعه تقريبا اكثر من 8-9 مباريات في النهايه، منهم اهلي منهم زمالك منهم بيراميدز منهم سموحه اصحاب المربع الذهبي، محدش منهم استطاع ان يفوز على البنك الاهلي، بل انه كان ضيف مزعج لكل هذه الفرق والعديد من الفرق في الدوري الممتاز. بمسي وبرحب بالكابتن خالد جلال منورنا. مساء الفل يا كابتن خالد. مساء الفل، ازيك يا كابتن شوقي؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ ازيك يا كابتن. خليني الاول اقول لك انه البنك الاهلي بالنسبه لك يعني انت كنت طوق نجاه في الانقاذ ده، كل الناس بتعترف بيه، وكمان لما جه كريم حسن شحاته طبعا لابد ان نعترف طبعًا مع الجهاز الفني اللي كان مع حضرتك بالكامل، لكنه كمان ممكن يكون البنك الاهلي كان طوق نجاه بالنسبه لخالد جلال، لانه كان محتاج تجربه صعبه عشان يثبت من خلالها انه قد اصادف سوء حظ، لكن انا يا جماعه انا والله العظيم مدرب كويس. طبعا انا عايز اقول حاجه، هو نعم الموضوع ده مهم جدا، نعم اللي انت استثارته، يعني لاني انا كان بقالي 4 سنين ما ببداش مع فرقه. أيوه. يعني 3 مواسم ورا بعض اتولى مناصب في نادي الزمالك وامشي بعد بدايه الموسم، فكانت بتبقى الفرق كلها جابت مدربين، نعم فبيبقى صعب كل الوقت ان انا ببدا صحيح. من صحيح. من نص الطريق زي ما بيقولوا، فبتبقى صعبه جدا. فطبعا السنه دي الحمد لله جالي البنك الاهلي السنه اللي فاتت، وطبعا هي مؤسسه محترمه جدا. في القبول المهمه؟ لا 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 خالص خالص خالص. نعم. على فكره انا من نوع كابتن شوبير حتى مع ناس الزمالك، نعم من نوع اللي انا عندي تحدي رهيب جدا، بحب اي مدرب بيخاف هيفشل. فلازم نعم ان انت كلها تجارب، واكيد هتقابل تجارب ناجحه وهتقابل تجارب فاشله، دي الحياه عموما، فالواحد ما يخافش. فطبعا لما جالي طبعا اللواء اشرف نصار حد محترم، لا بص ده من الناس اللي انا بعتز بيهم شخصيا ولا كابتن شوبير، يعني مش عشان رئيس نادي، لا راجل متزن جدا، راجل في المواقف الصعبه بتلاقيه بيتصرف بكل حكمه. في ممكن مع الظروف مع المباريات مع ضغط المباريات مع المركز اللي هو كان ممكن يبقى صعب بالنسبه للبنك الاهلي والجهد اللي هم عملوه من مصاريف ولعيبه والكلام ده كله، كان ممكن ان يحصل لخبطه طبعا، لكن في الحقيقه في هذا التوقيت كان في اتزان كويس جدا،
كان في حوار، كان في تفاهم كبير ما بيني وما بين اللي هو أشرف نصار. ففي الحقيقة هو من العناصر المهمة جدا اللي قادت المركب زي ما بيقولوا لبر الأمام. مش عايز أنسى حاجة مهمة جدا، إن طبعا من أول الأستاذ هشام عكاشة، الأستاذ يحيى أبو الفتوح، نعم، اللي هو أشرف نصار، الأستاذ محمد عبد المنعم مشرف، العميد حاتم، الجهاز الفني بالكامل، سواء حتى أمير عزمي ما كان موجود معايا، والكوندي، بعد كده جي كابتن أمير عبد العزيز، نعم، كابتن أحمد شعبان، كابتن عبد الرحمن خالد، أسامة، محللين أداء. أعتقد أن مع الجهاز الإداري والطبي، إسلام يوسف مدرب حراس مرمى، عملنا جهد كبير جدا يا كابتن شوبير. دخلنا في توقيت صعب جدا. كابتن محمد يوسف أنا بحييه والله بجد، طبعا مدرب كبير وتاريخه مع النادي الأهلي كلعيب أو مدرب، راجل أنا بحترمه جدا. نعم، أحيانا التوفيق بيغيب عن جدا. نعم، جدا. ما احنا كلنا كده كمدربين، احنا ما ينفعش ان انا اقول ده فشل وده نجح. لا بالعكس، ما انا كنت ممكن ابدا مع اي فرقه ويجي واحد بعدية وينجح، دي سنه الحياه. فانا هو راجل عمل مجهود وانا كملت الشغل بتاعه في الحقيقه. طبعا دايما ما بتبدا من النص، طبعا بتبقى بتواجهك مشاكل. نعم. فطبعا زي ما موقف الفريق الصعب، الكلام ده كله. في الحقيقه احنا بدانا كبدايه كنا كويسين جدا. أسوان كسبنا المحلة، لكن واجهني في أول 9 مباريات يا كابتن شوبير، مش عايز أقول سوء توفيق، لا، 8 ضربات جزاء في 9 ماتشات عليك، عليا، كل ماتش ضرب الجزاء، وفي الآخر وفي الدقيقة كام بقى بتضيع يعني، وبتضيع 2 بونت مثلا أو بتضيع البونت. مش ممكن. نعم، مش ممكن. فانا وقفت وقفه. طب هو هي مش شكوى، هو بيتكلم على لا 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 خالص، شكوى من التحكيم، هو بيتكلم على سوء حظ يعني. لا خالص، ما في ماتش بيراميدز اتحسب عليه بنالتي وفي الثانيه الاخيره من اتحسب لي بعد كده يعني. ضربات جزاء. انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على عدم التوفيق، على عدم التوفيق. فطبعا انا وقفت وقفه، فقلت مش معقوله. وساعتها اللي هو اشرف نصار اجتمع بيا وقال لي طب وبعدين يا كابتن خالد؟ انا فاكر الموقف ده تماما جدا. يعني كنا قدامنا بقى الجيش في الجيش بعد ماتش انبي، وماتش انبي رجعنا من 2-0 الانبي 2-2، عملنا شوط عالمي. وفي اخر ثانيه جه عليا ضرب الجزاء. فاجتمع بيا اللي هو اشرف، قال لي طب وبعدين احنا عندنا الجيش في الجيش، وبعدين المصري في اسكندريه، وبعدين الاهلي في السلام، وبعدين بيراميدز، وبعدين في بيراميدز، وبعدين الجونه في الجونه. طب وبعدين كلها يوم معدومه. قال لي طب وبعدين؟ قلت له والله ما تقلق. قلت له لا لا لا، انا دايما متفائل على فكره. ده صحيح. قلت له والله ما تقلق، انا اللي ممكن مطمني ان احنا بنأدي كويس، وفي اخر ثانيه بيحصل حاجات. صحيح. يعني اب نورمال يعني. نعم. خلاص، في بعض المباريات على فكره ظلمنا يعني وجهات نظر تحكيميا، لكن قلت له الاداء كويس. وانا دايما يا كابتن ليا وجهه نظر الفرق اللي انا بمرنها جميعا. طب ايه رايك نفرج الناس على مشوارك؟ اتفضل. مشوار البنك الاهلي. يلا نتفرج على مشوار البنك الاهلي. اتفضل يا كابتن.
يعني لازم اتكلم معاك واحنا بنتفرج على الاجوان يا كابتن خالد برضه. هي ماتشات يعني صعبه، تبقى متقدم او في الاخر بيدخل فيه الجون او بتبقى الدنيا صعبه، لا يعني تحديات صعبه زي ما انت بتقول يعني. انا بقول لك يا كابتن شوبير ان اغلب الماتشات دي احنا احرزنا فيها اهداف. ده يوصلك لنقطه مهمه جدا ان احنا كانت خطتنا والاستراتيجيه اللي خلصت المركز ال 14 35 بونت اه 35 المحله بس المركز ال 14 يعني، وقربنا من الاسماعيلي والجونه برضو والمقصه يعني احنا برضو مع 3 بونت مع كل ده قربنا من الفرق دي، وكنا ممكن نحقق ده احنا في ماتشين يا كابتن شوبير اسوان اتعادلت معانا في الدقيقه السادسه من الوقت الضايع، والمحلة اتعادلت معانا في الدقيقة 38 من او 89 من الشوط الثاني. دي كانت نقطة بقاء المحلة. فأعتقد برضو الماتشات دي كانت ممكن تقربنا شوية في المراكز. فطبعا الحمد لله انا بحمد ربنا ان انا بقول لحضرتك ان انا في جميع الماتشات احرزنا فيها اهداف. امتى حسيت انك هتقعد؟ انا كنت حاسس ان انا هقعد يعني لكن إحساس يعني بدأ بس الإحساس كنت يزيد الان من فرقه وادي دجله بصراحه. وادي دجله فرقه محترمه جدا طبعا، وكنت انا قلقان منها، واسوان بس اسوان كانت ماتشاتها صعبه، ووادي دجله بس وادي دجله الريتم بتاعهم سريع وممكن في اي وقت يكسبوا ويخسروا. صحيح. فدي كانت قلقاني جدا. بيلعبوا كوره حلو. لكن انا كنت عندي ثقه وحاطين احنا لما كسبنا الجيش في المصري ادتنا دفعه. الماتشات بقى دي كلها اللي انت كنت خايف منها عملت فيها ايه بقى؟ نبدا بالجيش، كسبت الجيش. كسبنا الجيش في الجيش. كسبت المصري. دي كانت بدايه. المصري في اسكندريه. ادي 6 بونت. ادي 6 بونت حطيتنا في مكان قربتنا من اسوان. نعم صح. خلاص؟ بعد كده البونت بتاع الاهلي. غالي جدا. غالي جدا. كريم بامبو في اخر في الدقيقه 88. نعم. وبعدين بونت بيراميدز. بونت بيراميدز. بعد ما جه ضربه الجزاء في الدقيقه 90. تخيل رجعنا في المباراه في الدقيقه 96، فدي تحسب للعيبه برضو. طبعا. الكامباك ده. طبعا. بعد كده رحنا الجونه في الجونه. دخل فينا جول في البدايه وعوضنا الشوط الثاني. فبرضو دي كانت برضو يعني. نعم. بعد كده بعد الجونه اعتقد ان احنا لعبنا اسوان. نعم. اسوان عندنا ده التعادل اللي في الوقت الضايع. نعم. دخل فينا ضرب الجزاء. كنا كسبانين 2-0 وبعد 2-1 وتعادلوا في الثواني الاخيره. نعم. كسبنا المقاصه. ده فرق جدا معاك. فرق معايا جدا. ده فرق جدا معاك. المحله كنا كسبانين برضه لحد دلوقتي 89. نعم. كان قدامنا بقى حل من حلين. نعم. قدامنا ماتشين. الاتحاد في اسكندريه، وطبعا احنا عارفين الاتحاد في اسكندريه ده من الاجوال برضو الجميله قوي يا كابتن شوبير. قوي كبامبو جابه حلو قوي من الاجوال الحلوه قوي. بس قال له انا بحب اللعب الحلو. أيوة. فده في كوبري فانا هو شخصيه جميله قوي قوي قوي. نعم. بس ده الاتحاد في اسكندريه. الاتحاد في اسكندريه فكان ماتش صعب. انا لعبت على حاجتين، هو المكسب يقعدني لكن لعبت على البونت الاول. برافو عليك. لعبت على البونت. من الماتشات القليله قوي اللي لعبت على التعادل. اللي انا لعبت على التعادل. ازاي ما تعرفش؟ لازم كنت اخد بونت. لان انا كان حقيقي انا عايز بونتين. ممكن قلت بونت من الاتحاد. وفي اخر ماتش كان الزمالك بقى هيلعب الانتاج، فقلت مزبوط. يعني احتماليه 99% الزمالك ان الزمالك يكسب. نعم. فيبقى مش هيحتاج، فممكن ان انا اخد في الماتش الاخير بونت مع نشره الزمالك بالفوز بالدوري، مع انه يدي لعيبه بقى احتياطيين ما لعبوش فبتبقى الدنيا اسهل شويه. ما بصيتش على اللي هيعمل ايه، انا بصيت عليا انا هعمل ايه. برافو عليك. فخدت انا الحمد لله البونت من الاتحاد. رغم ان احنا احرزنا برضو في الاتحاد هدف. انا مش فاهم اتلغى لحد دلوقتي. مش عارف اللي هو الفاول ده كان كورنر او النبي كورنر. فما سيبني هتقولي انا والله انا مش فاهمه، لانه شفت يعني هو يعني المفروض ان في لعيب قدام صبحي مش في الركنيه ومش متداخل، مش واخد الرؤيه. موسى ديوارا يعني مش واخد الرؤيه. مش يعني مش لا يعني مفيش مشاركه بيه، يعني مفيش اي عارف لو في اي تداخل، بس هي وجهات نظر طبعا. يعني تخيل بقى ان الهدف ده ممكن ينزل فرقه ويقعد فرقه. طبعا. ما هو موقف زي ده. طبعا. ما انا بتكلم في ايه بقى؟ موقف زي ده تخيل فرقه تنزل وفرقه تقعد. انا على فكره سالت خبراء التحكيم، واحد منهم قال لي لا الالغاء صحيح، واحد منهم قال لي لا، فيعني الاراء مختلفه فيه يعني. نعم. الحمد لله ربنا دون ذكر مين اللي قال صح ودون ذكر مين اللي قال غلط يعني. طيب ربنا صبر. نعم. الحمد لله وعدت. صحيح. والحمد لله وساعتها دجله
كمان تعادلت مع سيراميكا، يعني الاتحاد لعب دجله ضيع شويه اجوان يوميها حاجه عجيبه جدا. أيوة صح. نعم صح. فما احنا بقى قبليها لو ترص الماتشات اللي احنا تعادلناها وكنا كسبانين برضو احنا ضيعنا كتير قوي. فطبعا احنا الاتحاد لعب بمنتهى القوه، حسام حسن طبعا وابراهيم طبعا عايز مركز اصدقاء بس لعبوا بمنتهى القوه. طبعا سيراميكا برضو لعبت بمنتهى النزاهه. فانا بحيي الاتحاد وسيراميكا. انا قلت ما يوم الكره النظيفه. وعايز اقول حاجه بقى، نعم انا لما لعبت الزمالك في الاخر وعملنا تكريم زي ما عملناه النادي الاهلي. نعم. طبعا اداره البنك بتهتم جدا بالبروتوكولات دي، اللي هي النادي الاهلي جاي واخد بطوله افريقيا لازم ان احنا نحييه ونحتفل بيه احنا كفرقه البنك كمصريين يعني. نعم. النادي الزمالك نفس الكلام. احتفلنا بنادي الزمالك في الملعب. نعم. كنت سعيد جدا ان نادي الزمالك في الحقيقه انا كخالد جلال طبعا كلاعب سابق في نادي الزمالك كنت سعيد جدا ان نادي الزمالك فاز ببطوله الدوري بعد غياب كبير جدا. فكنت سعيد اليوم ده بحاجتين، بقاء البنك الاهلي وفوز نادي الزمالك بالدوري. يعني عملت الممر الشرفي للاهلي في افريقيا وعملت الممر الشرفي للزمالك في الدوري العام. ورغم كده ناس تطلع يا كابتن هو انت كنت قاعد ليه يا كابتن على دكه الاحتياط؟ يعني ما قمتش وقفت ليه يا جماعه؟ ده اللعيبه قبليها بست اسابيع. انا عايز اسير الموضوع ده. اتفضل يا كابتن اتفضل. قبليها بست اسابيع كابتن انت لعبت قدام النادي الاهلي وخدت بونت. اما نشوفك بقى قدام النادي الزمالك. عارف لما سالتك السؤال ده يا كابتن، او سالت احمد علي باين في سالت حضرتك مره وسالت احمد علي مره، فاصل انا بقى لا بتهز بالسوشيال ميديا ولا يعني انا عندي اكتر من 4 مليون الحمد لله على صفحتي على الفيسبوك. وعندي 3.5 مليون على تويتر، يعني عندي جيش بسم الله ما شاء الله. لكن هم بيمشونيش، هم ما بيمشونيش. انا عندي نظامي ونظام برنامجي اللي مش ممكن احيد عنه على الاطلاق. تمام. والاسئله المهمه لازم اسالها، وكان لازم اسالك لو المباراه الاخيره امام الزمالك وانت ضمنت البقاء والزمالك محتاج يفوز هتعمل ايه؟ كان لازم السؤال ده اساله لك، وده طبيعي جدا. فحضرتك جاوبت اجابه في منتهى النزاهه، واحمد علي اجاب اجابه في منتهى النزاهه. تخيل بعين احمد علي ده لو كان ضيع ضربتين الجزاء دول والزمالك مثلا كانوا يفرقوا مع الزمالك في بطوله الدوري العام، كان زمانه متعلق على باب زويله دلوقتي. لا، وهو قالوا ان كابتن خالد قايل لاحمد علي انه كلام غير منطقي بصراحه، وانا انا بقعد اضحك على الكلام ده. يعني انا بلعب بمنتهى النزاهه سواء احنا تعادلنا مع النادي الاهلي وتعادلنا مع النادي الزمالك. نعم. ايه المشكله؟ صحيح. يعني ايه صحيح. المشكله صحيح. وانا مش ما ينفعش ان انا هقول للاعيب بتاعي مثلا اخسر ماتش ولا مش عارف، الموضوع متشاف. بتكلم على مين يعني؟ كابتن عماد النحاس، كابتن حلمي طولان، كابتن طارق يحيى، كابتن عبد الحميد بسيوني، كابتن مختار كابتن احمد كشري، كابتن علي ماهر، كشري علي ماهر، محمد يوسف، اسماء كلها محترمه طبعا. يعني كل الناس ما هتروحوا مش هتدربوا يعني هتروحوا فين؟ صدقوني انا عايز اقول للناس صدقوني مفيش مدرب يعني محترم او مدرب يتغلب عشان النادي بتاعه، لا ده الكلام ده طبعاً عاري تماما من الصح. احنا بنلعب كل مباريات لان ده شرف، دي امانه طبعاً ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى. ولا يمكن ادارتك تقول لك احنا مش عايزين نكسب. ولو اللعيب بتاعي حس ان انا بتهاون خلي بالك مش هيحترمني يعني، او ربنا كمان مش هيكرمني. فدي حاجه قدام ربنا سبحانه وتعالى، لان انا شايل امانه نادي. نعم. الامانه دي امانه في كل شيء، امانه الضمير بحترمها، امانه الضمير كمان يا كابتن. بالظبط، ما بيني وما بين ربنا مش قدام اي حد. امانه التربيه يا كابتن خالد، بس كده في ايه؟ امانه التربيه. فدي طبعا دي اتحرك كمان ابو جبل يعني وعدى تعادت وفي الاعاده. طيب خليني بقى عايز اسالك على شويه نقاط مهمه. تعالى نتكلم بكريم بامبو. يعني كريم ما كانش بيلعب، كانش متواجد، ثم ده رجع لي الجون ده الله يخليك يا وائل، لانه مهم جدا، كانت مفاجاه. نشوف بس، انا عايز اشوف احط عيني على هي بس اللي انا شايفه انه هو لو حاجه ظهره يعني مد ظهره مش في اللعبه هو خالص، اوفسايد عشان نكون في موقف تسلل بس ما راحش للكوره ولا اتحرك حتى يعني سنتي. يعني ده بيتفرج واحد بيتفرج. انا بقول لك اتنين الخبراء، واحد فعلا قال لي انها يعني ده جول احمد ياسين في الاتحاد طبعا. هو بعيد خالص وبيتمشى لورا، وده بص من هنا مش موجود خالص، مش يعني ما اتحركش، مش شايف الكوره. انا بقول لك الاثنين الخبراء، واحد قال هدف واحد قال مش هدف يعني. ما علينا، خلينا نرجع في
كريم بامبو بالتحديد يا كابتن خالد ما كانش حد حاسه، والدوري بدا و و و، لكن الدور الثاني ما شاء الله معظم الدور الثاني او معظم المباريات اللي شارك فيها مع حضرتك فرق جدا الولد، اهداف مؤثره جدا جدا. هل ده كان الدافع الاساسي انك تشتريه ما تكملش عارة، لا بقيت محتاجه يكون لعيب معاك في الفريق؟ بصراحه في البدايه كريم بامبو ما ادانيش اللي انا عايزه منه، يا سلام. قعدت معاه انا قعدت معاه قلت له كريم خلي بالك انت مش مديني المردود الكويس ان انت ممكن تبدا ماتش، فابتديت معاه واحده واحده، ابتدى كريم يركز كويس قوي. نعم. وانا استصرته ما بيني وما بينه بعض الحاجات طبعا، فابتدى ما بينزل كل ما بينزل يجيب لي جول. نعم. قلت والله كويس، يعني ورقه كويسه. نعم. جدا، لعيب كويس جدا وبينزل يجيب لي جول، طب ما بيحقق لي الهدف. نعم. خلاص، فابتديت العب بالورقه دي، يعني ده ماتش المقص سوبر هاتريك، بص قعود وبص. نعم. الراجل كان في الوقت ده بيلعب. نعم. اللي هو الراس حربه اللي هو الخفي فطبعا جاب 4 جوال في الماتش ده. بص دي قطع منين برضو نفس الكلام، الحكم يعني جالس برنت زي اللعيبه بصراحه. مين الحكم ده يا جماعه عشان احييه بصراحه؟ يعني لو شوف لو عندنا الجون ده من اوله كابتن خالد. أيوة. الحكم جالس برنت صلاح. بص الجون اللي قبل ده، يعني الجون اللي قبل ده رجعه ثاني اوائل. الحقيقه لازم احيي الحكم، وحاولوا تقولوا لنا مين الحكم، لانه بصراحه جالس برنت زي اللعيبه يعني. أيوة. بص لا خليها بالعادي بقى. لا ما بالبطيء مش هستفيد منها حاجه. بص يا كابتن بص كان راح يجيب الجول فعلا. صح. بص طبعا يعني تحسب له تماما، بتعبه برضه. أيوة. كابتن امين عمر. كابتن امين عمر عمل مباراه كبيره كبيره ومن الحكام المحترمين جدا. طيب خليني بقى اسالك على احمد علي برضه. احمد علي الدور الثاني تالق معاك، سجل 9 اهداف، راجع من اصابه، هو اقرب لاعبين لدخول نادي المئة. ده اللي خلاك تصمم تدي له البينالتي، وهو متخصص البينالتي او ضربات الجزاء، انه حتى في الاعاده قلت له برضه شوطها انت؟ لا اصل هو هي اتصدت عشان الراجل اتحرك. اتحرك فخلاص اما تتعاد مش هقول له مثلا ما تشوتش، خلاص هو مسك كوره بعرف الكوره خلاص. ما تقدرش تهزم نمره واحد اللي بيشوطه بعدين عاصم صلاح. فخلاص هو مسك كوره والراجل اتحرك، يعني الخطا من الحارس. نعم. فخلاص هو هيشوطها تاني. نعم. يعني عادي. ده الطبيعي يعني. برضه تالق احمد علي، شايف انه برضه حته كانت ثقه من خالد جلال، من اصابه، من بعد، من ناس قالت خلاص انه مش موجود، بيرجع بيتالق بالشكل ده. هو الدور التاني في الحقيقه اشتغل كويس احمد علي. نعم. معانا، وبرضو حاولت ان انا اعمل يعني اغير الطريقه بحيث ان انا استفيد منه وما بين فادي. نعم. لان فادي برضو راس حربه، فاعتقد ان انا اما شغلتهم هما الاثنين مع بعض. صحيح كنت في بعض الاوقات بخسر نص الملعب، لان انت عارف يا كابتن برضو. نعم. لما بلعب براسين حربه سواء 1-10 و1-9 انت بتخسر الوصله. نعم. وانا بحب جدا من المدربين اللي انا بلعب بالوصله زي قفشه، زي اوباما. نعم. زي الناس دي. مهم. فبلعب بيها على طول. أي. فدي برضو خسرتها، بس كسبت ان انا برضو الحمد لله ان انا كنت بجيب جوال وبوصل للجول. صح الاستحواذ ممكن شويه، اللي انا برضو بقاتل ان انا كل مباراه ان انا ابقى الاستحواذ بيبقى معايا. فاعتقد يعني 17 تعادل شايف انه رقم كبير؟ كبير. عندك 6 فوز و17 تعادل و11 هزيمة. فكرة المحلة 13 هزيمة، الإسماعيلي 13 هزيمة، الجونة 12 هزيمة، مصر المقصة 16 هزيمة، سيراميكا كليوباترا زيك 11 هزيمة، المقاولين 15 هزيمة، طلائع الجيش 12 هزيمة، المصري 10 هزايم. يعني عدد الهزايم مقبول بالنسبة لفريق البنك الأهلي. لا مقبول. وبعدين احنا آخر 10 مباريات زي ما مفيش خسارة. ما ذكر مفيش خسارة. نعم. وما انهم أهلي وزمالك وبيراميدز سموحة. يعني يعني كانت مباراة صعبة جدا. وخلي بالك يا كابتن شوبير، في توقيتات البونت فيه البونت غالي موت. نعم. موت، لان كله بيصارع لا. نعم. يكسر لا فوق في المربع لا تحت بيصارع. نعم. فكانت البونت كان صعب جدا. لا ورغم كده اللعيبه في الحقيقه كانت مركزه جدا. احنا كنا كجهاز فني، انا بجيبهم قبل التمرين ب2:30 3. نعم. انا بقعد بنقعد ونتفرج وندرس وهنعمل ايه ونشتغل ازاي. خلي بالك اللعيبه برضو نفس الكلام، كانت بتيجي قبل التمرين ب2. كل الكلام ده بينتج عنه يا كابتن شوبير برضو التعب ده كله اللي احنا بنتعبه. اكيد يبقى في نجاح مع السبورت اللي احنا الكبير جدا 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 من مجلس الاداره،
في كريم حسن شحاته كمان كريم كان ليه دور كريم كبير شاطر. جدا نعم. امير عبد العزيز نعم. كوندي احمد شعبان كمل بنفس الجائزه كابتن السنه الجايه اه ان شاء الله كابتن كريم مدير رياضي كما هو والجهاز الفني اللي معاك كما هو وفي الاستاذ محمد عبد المنعم مشرف عام على الكوره طبعا طبعا انا بتكلم على بتكلم الجهاز اللي حضرتك جبته يعني اه لا, لا, لا مكملين ان شاء الله لان احنا نجحنا ويعني ما فيش يعني حاجه ان احنا ممكن نغير او الكلام ده كله ف في لعيبة خرجت من عندك الموسم ده زعلان عليها؟ هكلمك بمنتهى الأمانة يعني ممكن في لعيبة كويسة بس أنا مش هذكر أسماء نعم بس كنت لازم أنزل بمعدلات سن شوية سن شوية مين أبرز اللي خرج من نادي البنك الأهلي السنة دي؟ لا اللي مشوا لا اللي مشوا رسمي مش لا أنا مش قصدي ما تقولش لو في حاجة لسه ما أعلنتش ما تقولهاش لكن اللي مشوا رسمي خلاص يعني في لعيبه كويسه جدا في محمد مجدي مجدي في المفروض كوفي في لعيبه كتيره جدا معروف مكمل معروف مكمل معروف مكمل ابرز الصفقات اللي تمت مع نادي البنك الاهلي والناس حاسه المره دي انه لا ده انت بتلعب على حاجه تانية السنه الجايه الصفقات اللي بيعملها البنك الاهلي لا قصه ان انا هفضل اصارع من اجل البقاء دي انساها انا السنه الجايه بلعب على مركز متقدم احساسي صح ولا غلط خلي بالك كابتن انا من الناس اللي هي ايه بتعمل دراسات جدوى بسرعه وبتعمل سيناريوهات ايوه فانا لما لقيت ان انا لنا لدجله في الاواخر ايوه ابتديت اركز على فريق دجله طب لو دجله نزل ممكن اعمل ايه فروحت على طول مركز على الصفقات اللي ممكن تحصل يعني انا دلوقتي مش عارف انا هقعد ولا هنزل نعم خلاص طب لو مين هينزل دجله طب ابرز اللعيبه رحت الحمد لله جبنا مع اللواء اشرف نصار على طول رحت قايل يعقوبه تكلفته هايل طبعا هايل هلال هايل قوي هايل احمد سعيد فطورت في كل مركز اديت نفس نعم اديت نفس زي ما بيقولوا كده يعني ناس بحيث جددنا الاعاره انا على فكره جبت اربعه بس جداد لغايه دلوقتي بس ثلاثه من دجله محمد هلال وسعيد يعقوب واسامه فيصل المهاجم هاي الزمالك نعم ده تحت ومستقبله كبير جدا طبعا في جددنا بقى اللي هو اشترينا بقى الاعارات محمد فتحي بيراميدز لعيب هايل في نص الملعب كريم بامبو كريم بامبو من الزمالك احمد ياسين من المقاصه شادي رضوان من النادي الاهلي ويمكن شادي من اللعيبه انا حتى على الجروبات بتاعت البنك هو فين شادي انا كان حظه معايا وحش جدا انا اول ما جيت 3 شهور مصاب يا ساتر فما رجع واحده واحده قلت له شادي خلي بالك انت في الثلاث اربع ماتشات دولت هتشارك بس خلي بالك التوقيت مش عايز احرقك لاني كانت ماتشات صعبه جدا نار نار وكنت مركز جدا ان هو هينزل ماتش الزمالك هو وفخري برضو لعيب النادي الاهلي مع لعبه اللي هو كان كابتن فريق وفعلا نزل وعمل ضرب الجزاء شادي في 10 دقايق هو لعيب ممتاز ومكمل اعاره معاك السنه الجايه طبعا لكن طبعا. فخري خلاص اعارته انتهت فخري ما صدفش يعني حظه معانا مش كويس هو جبنا هلال في الحته دي بصراحه فبقى هلال ومحمد حامد وفي محمود السيد فالحته السنه الجايه بتلعب على مركز افضل يعني مثلا تبقى من الثمانيه الاوائل من العشره عشان ما تدخلش في الدوامه بتاعت السنه دي يعني ده طموح كبير جدا لازم ان انا اكون حاطه قدام اللعيبه ان احنا هنلعب على المراكز السته الاولى او السبعه الاولى بحيث ان احنا هنقاتل من اول مباراه على كده وانا اديت الاحساس ده للعيبه حتى اما مسكت في عز الظروف الصعبه كابتن شوبير والله كانوا يقولوا لي كابتن هنبدا الهجمه من مش عارف ايه الدنيا ملخبطه ده البونت أنا ليا أسلوبي هنشتغل ولو تلاحظ أن البنك الأهلي أو أي فرقة أنا بمسكها سواء أي فرقة هتلاقيها لازم بتلعب كورة وبتجيب جوال ده أسلوبي ودي طريقتي مع الاتزان الدفاعي برضو يعني طبعًا أنا ما بلعبش مفتوح لا, لا 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 أنا بلعب باتزان متزن خلاص لكن لازم هتلاقي في أغلب المباريات اللي أنا بلعبها إن إحنا بنحرز أهداف الدوري اللي جاي أصعب من الدوري اللي فات جدا ليه؟ ده في 3 فرق مش عايز أقول نعم فيوتشر شوف عاملة الصفقات عاملة إزاي فاركو شوف الصفقات عاملة إزاي عايز أقول لك بعض الصفقات قوي. اللي بتتبعت لي يعني واعتقد ان اغلبها صحيح فمعلش انا متاسف بس للتاخير شويه لا ليها لانه كتير جدا الاهلي مثلا في كلام انه الاهلي ضم عمر البكري من
نادي كيرنس بيقولوا لعيب كويس جدا من اللعيبه المحترمين. في كمان هقول لك بقيت لعيبه بس يعني اكمل معاك يا كابتن خالد. طيب شايف انه الانديه اللي صاعده فيوتشر فاركو شغال الدخان فريق يعني كبير برضو طبعا ماشيين بشكل جيد انه حكايه ضم اللعيبه لانه الموسم اللي فات ده في ظاهره ما حصلتش في مصر منذ سنوات بعيده الثلاثي حضرتك البنك الاهلي سيراميكا غزل المحله بقوا في الدوري العام واللي هبط اسوان والانتاج ودجله. اسوان كان لسه عيني قاعد بقاله سنه الانتاج بقاله سنوات في الدوري دجله بقاله سنوات في الدوري العام. هل تتكرر مره اخرى وبالتالي تكون الضحايا من فرق موجوده في الدوري الممتاز لها تاريخ ولها اسم؟ اللي هيركز من البدايه البدايه مهمه قوي يا كابتن شوبير. نعم. لجميع الفرق انا بقول لجميع الفرق البدايه مهمه جدا. الصفقات هتبقى مهمة، فترة الإعداد والتركيز والكلام ده كان هيبقى مهم جدا. فعلا الدوري صعب جدا لأن الفرق اللي صاعدة فعلا يعني مولودة عملاقة زي ما بيقولوا، يعني بتجيب لعيبة كبيرة جدا، فطبعا دي هتصعب من مهمة الفرق كلها، ومنها فرق جماهيرية يا كابتن شوبير كمان. ده صحيح ده صحيح. الفرق الجماهيرية ما أنا باجي كفرقة جماهيرية أجي أجيب لعيبة لأي فرق الشركات والكلام ده كله خدته، وأنا كنت سامع حتى يعني بعض النجوم الإسماعيلي والاتحاد السكندري والكلام ده كله بيتكلموا والمصري والكلام ده صحيح بيتكلموا فهذا. هل شايف المبالغ مبالغ فيها شوية؟ الأرقام مبالغ فيها شوية؟ طبعا يعني الارقام مبالغ فيها قوي قوي. لازم ننزل بالارقام شويه لان انت اما في فرقه اما شفنا ان بيراميدز في سنه انها علت قوي فرفعت الارقام حتى على الاهلي والزمالك الدنيا كلها زادت. حتى انا كنت في الزمالك ساعتها يقول لك طب ما هو بيراميدز هيديني كذا وانا هنا باخد كذا يعني ضعف المبلغ فعملت لخبطه. هتجيب حارس مرمى ولا مكتفي بالزنفولي والسعداني؟ في زنفولي والسعداني واحمد صبحي. كنت اتمنى ان احنا يبقى في واحد رابع بس طبعا الدنيا مكتفي بدول. هقول بعض الاسماء اللي بتتردد ان وليد الكارتي على مشارف بيراميدز، ان احمد الصغير في فاركو، يعقوب طبعا في البنك الاهلي، محمد علي الجويني مدافع صفاقسي التونسي في طلائع الجيش، احمد مجدي للشرقيه للدخان، احمد مجدي لاعب الجونه والمقاولين السابق، علاء سلامه فاركو، عمرو حسام حارس مرمى انبي للشرقيه للدخان او ستيرن كامباني، فادي فريد هل ممكن تسيبه فعلا؟ لا 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 مش موجود الكلام لا لا. ده في فادي فريد راح فين؟ لا يعني بيقولوا احتمال يتحرك ولا الكلام لا ده مش لا لا خالص مش مظبوط على لا 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 الاطلاق يعني فرود اساسي عندي فرود اساسي لا يمكن ان انت تتركه خالص يعني لا طيب لا. كابتن خالد يعني المنافسه الموسم اللي جاي بيراميدز داخل بقوه، لسه في كلام تكيس هيمشي، في كلام عن باتشيكو، كلام كتير جدا جدا، لا ايهاب جلال ناس ايهاب جلال رايح النادي المصري، حركه المدربين كمان اللي شغاله، الكابتن علي ماهر الى فيوتشر، كابتن مختار غزل المحله ثم استقال، المصري بيبحث عن مدرب، حركه اللاعبين، هل ده ممكن يغير شكل المنافسه على قمه المسابقه؟ ده اكيد، لان لو وفرقه زي المصري مثلا سابت لعيبه مميزه عندها الاسماعيلي الكلام ده كله هتتهز. لا انا بتكلم على البطوله على نفس على المدرب على لا انا بتكلم على الدوري بطل على الدوري. هل ممكن نشوف بطل جديد للدوري الموسم المقبل؟ لا انا بقول هتنحصر بين الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك. طب بيراميدز هيبقى ممكن تالت او رابع زي ما فنش السنه زي ما هو من يوم ما صعد خلاص يعني يعني ما بيراميدز هو التالت لكن انا شايف برضو ان الزمالك والاهلي هم الاقرب للدوري هم الاقرب لا الفرقتين تقال قوي. بيراميدز كويسه قوي ولكن برضو ناقصها حاجات كتير. هل تكيز دونياس ظبط في الاخر مع 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 بيراميدز وكان يستحق فرصه؟ التكيس من المدربين اللي انا بحترمها جدا جدا في طريقه لعبه جدا ولكن ممكن صدفه برضو سوء حظ في البدايات بصراحه يعني تعادل كذا ماتش في صحيح. النهايات عامل زي كده في البدايات نعم وظبط في الاخر لكن ممكن طريقه لعب وادي دجله
غير شويه غير بيراميدز يعني عن نفس العناصر. طريقه اللعب بتاعت الاستحواذ والكلام ده كله، لا انت عندك هنا عبد الله السعيد هناك مش عارف، عندك كان هلال مش عارف هنا، يعني اسماء غير الاسماء، الاسماء والاعمار غير الاعمار، فبتخليك انت كمدرب بتغير شويه من الطريقه. هو مره معايا قال لي لن اغير طريقتي، هو قال لي لن اغير طريقتي. لا وانا قعدت مع الراجل ده وفطرنا مع بعض مره في رمضان، فبقول له طب انا بشوفك ان انت بتحضر والناس بتضغط وبيحصل اخطاء، طب انت ليه؟ قال لي لا ما هي كده، يعني حتى المرونه في الحته دي هو عنده بيعمل حاجه طريقه بينفذها. حربت سؤالين ببعض، كاس مصر والمنتخب، كارلوس كيروش رايك فيه عامل ازاي؟ محتاج ايه عشان ينجح؟ كاس مصر اعلنت قرعته، الوقت ضيق جدا جدا، هل بتفضل تأجيل أو ترحيل الكاس ندي للراجل فرصة، ولا نخلص السيمي فاينال يوم 3 أكتوبر وعندك مباراة مصرية يوم 9 أكتوبر؟ لا هو الراجل طبعا تاريخه كبير جدا، نعم، وعايز بقى يعني إيه الناس بصراحة، أنا برضو شايف في السوشيال ميديا وإيه ده والحكاية والرواية، بس لحد ما يعني بيأيده يعني برضو في ناس طبعا لازم هتتكلم طبعا، يعني تبقى عامل لازم تتكلم طبعا. المهم يعني احنا لازم نقف مع الراجل اللي هو شغال، ولازم نساعدهم بقى بالحاجات الايجابيه. ما احنا في نص الطريق دلوقتي وعندنا ماتشين مع ليبيا، لا اللي هو طالبه دلوقتي انت خلي بالك من حاجه كابتن شوبير، الكابتن حسام البدري كانت فيه نقطه برضو ان هو ما بيلعبش ماتشات وديه، فكانت دي مأثره ولا معسكرات ولا معسكرات، فدي كانت مأثره على اداء المنتخب. ما انت بتيجي الناس دي محترفه بتيجي بتلعب ماتش رسمي من غير الماتشات الوديه، فدي كانت نقطه برضو طبعا لازم تحلها. مع ما لعبناش غير ماتشين في 2019 مع ليبيريا وبتسوان، ما هو دي غلط برضو، وهو غلط ان هو كان يوافق طبعا، فلازم طبعًا ان ندي الراجل الفرصه. قلت له هتدفع انت الثمن في الاخر، قلت له جمع، انا ما كنتش موافق، جمع واعمل ماتشات واعمل معسكرات، نعم. هو اللي شالها في الاخر طبعا، خلاص طبعًا. فدلوقتي الراجل ده لازم نساعده ان طيب هو لو انت مكانه عندك ماتشين مصريين يوم 9 ويوم 12، يعني بعد 3 ايام الفيفا برضو بيعمل حاجات غريبه كويس جدا يعني كويس، والراجل لسه جاي كويس، هتعمل ايه؟ لا لازم اعمل اللي هي الماتشات اللي هي الدوليه الوديه دي، لازم تعمل ماتش دولي طبعا ودي. يعني تتجمع امتى مثلا؟ مثلا 25 سبتمبر تديله، ما انت عندك فرصه مسابقه الكاس في ايديك ما عندكش دوري مضغوط ما عندكش غير اثنين لعيبه محمد صلاح مش جايب اهو احمد حجازي واحتمال مصطفى محمد، اجل مسابقه الكاس ايه اجل المسابقه طبعا طبعا، ودي الراجل فرصته ان هو يشوف اللعيبه طبعا مش هيقدر يشوف اغلب بس يعني لو اديته 15 يوم ولا 12 يوم يبقى هايل جدا جدا، وده الطبيعي ان الراجل برضو لسه داخل برضو على فريق هو لسه برضو عايز يجمع عليه، فلازم ان هو الناس دي تعيش معاه ويفهموا وجهة نظره صحيح، ويفهموا شغله التدريبي ويفهموا اسلوبه، هل بيضغط هل بيلعب زون هل كذا، لازم يفهموا من خلال المحاضرات ومن خلال التدريب بتاعه، لازم دي تحصل، لازم ياخد وقته الكافي، لكن هتجيبه خاصة انا بدأتش موسم، لكن هتجيبه على الماتش يبقى كده بتظلمه وبتظلم مصر كلها، ما ممكن الله لا يقدر يحصل حاجه، ما هو بقول لك اهو لازم تديله فرصته ان اللعيبه دي تفهم وجهه نظره التدريبيه، كل واحد فينا وليه وجهه نظره التدريبيه. طيب خليني اسالك، هل في لعيبه ظلمت ممكن الراجل يضمها، ولا هو مضطر انه يكمل بالشكل او باللعيبه اللي كانوا اخر مره مع الكابتن حسام البدري؟ لا في التوقيت ده مفيش فرصة، لا 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 مفيش فرصة ومفيش دوري ومفيش حد يشوفه، نعم. فاللي هو اللي موجود ده هيكمل بيه، نعم. ده منطقي جدا يعني. من الطبيعي ان انا ما اسألكش عن الجهاز المعاون، خاصة كلهم اسماء محترمة، لكن هل بالاسماء تقلقك في حاجة، ولا شايف ان دول ممكن يكونوا خير سند لكيروش؟ لا ان شاء الله يكونوا موفقين الكابتن ضيا والكابتن محمد شوقي والكابتن عصام والكابتن وائل جمعه مدير المنتخب، اعتقد ان شاء الله بالتوفيق، وانا ما ينفعش ان انا اقول رايي لان دولت مدربين زيهم، نعم عشان كده لازم اعمل سبورت ليهم، كلنا لازم نعمل لازم سبورت. شايف الماتشين عاملين ازاي يا كابتن وائل؟ ماتشين ليبيا عاملين كابتن جلال، ماتشين ليبيا الاولاني في مصر والتاني في ليبيا، لابد ان تفوز في المباراتين او تفوز في مباراه وتتعادل مباراه. ما هو دلوقتي ليبيا
ست نقاط. احنا نعم. لازم الماتش اللي عندنا في مصر ده يعني نموت عليه ان نعم. شاء الله ونكسبه فيبقى سبع بون. الماتش اللي هناك لينا فرصتين بس، اعتقد احنا منتخب مصر يعني قوي. لا قوي يعني يعني احنا ان شاء الله الماتشين دولت يعني يأمنونا قوي ان احنا ان شاء الله نوصل اول قادرين ان احنا نكسبهم. طبعا ان شاء الله ان شاء الله. خد الاسئله السريعه مع حضرتك كابتن خالد. كريم بامبو يستحق فرصه في منتخب مصر، صح ولا غلط؟ والله ممكن جدا، والله ممكن. صمود البنك الاهلي هذا الموسم امام الكبار مقدمه ان شاء الله ان احنا نكون في مركز افضل في السنه اللي جايه. ده ان شاء الله باذن الله، وانا معاك يا كابتن شوبير ان شاء الله هنكون في مركز افضل باذن الله السنه الجايه. السبب الاول في فوز الزمالك بالدوري هذا الموسم هو تكاتف اللعيبه مع بعض في الفتره الاخيره، لمتهم مع بعض مع مصر كارترون ما نخس حقه مع الاداره، اعتقد دي كانت في النهايه بطوله الدوري. السبب الاول في خساره الاهلي الدوري هو فقدوا العديد من النقاط اللي ممكن نقول اللي هي كانت في المتناول يعني. هل الاجهاد كان ليه دور كمان؟ جدا 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 بصراحه، انا بعذر برضو النادي الاهلي. تمام، لو كنت في قيادة نادي الزمالك كنت قادر ان انا افوز بالدوري لو كانت توفرت لي بعض الصلاحيات والدعم اللي حصل عليه كارترون، صح ولا غلط؟ هو دايما احنا يعني مع المدرب الاجنبي بنساعده اكتر. طبعا بنساعده اكتر شويه، ده مش في الزمالك، ده في كل حته، في كل حته، يعني المدرب المصري بيبقى مظلوم. الاقرب للفوز بكاس السوبر المصري بين الاهلي وطلائع الجيش هو الايه؟ الاقرب للفوز بكاس السوبر مباراه الاهلي وطلائع الجيش. لا، النادي الاهلي هيبقى نهائي كاس مصر، بس فرقه الجيش فرقه محترمه جدا طبعًا. جدا يعني. توقع مفاجاه في نهائي كاس مصر، ان يكون بطل كاس مصر فريق جديد هذا الموسم. انا بشوف النادي الاهلي والزمالك هتقابله. الاهلي والزمالك هتقابله. انا ببارك لك وبحييك بجد، انت عملت شغل محترم جدا يا كابتن خالد، وكل مكان حتى السنه اللي فاتت مع اف سي مصر رغم هبوط الفريق لكن الناس احترمت جدا التجربه. انا مسكت فتره صعبه 10 ماتشات ومشيت قبليها بثمان ماتشات، ده صحيح، لكنه الحقيقه دايما الناس بتقدرك وبتحترمك. الله يخليك يا بشوبير، اتمنى لك كل توفيق. ربنا يخليك، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن. حلم تدريب الزمالك لسه في دماغك؟ طبعا، ده بيتي الاول والاخير نادي الزمالك. بس انا بعتز جدا جدا بتجربتي مع البنك الاهلي وسعيد جدا بيها، وان شاء الله طبعا بالتوفيق لنادي الزمالك. كل التمنيات بالتوفيق كابتن خالد. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين، بعد الفاصل الحديث عن سوبر اليد، الزمالك والاهلي، ومعلقنا الجميل خالد خير.